عملية استيراد الأعضاء أو الوسائط من الأماكن المختلفة هي عملية مهمة، وتعتمد على نوع العضو المراد استيراده. عند استيراد صور أو فيديو أو صوت، يمكن استخدام القائمة فايل امبورت أو من مفتاح امبورت، ثم اختيار المواضيع المختلفة. يمكن استيراد أنواع مختلفة من الصور مثل الجي بي جي والجي اي اف والبي سي اكس والبي ام بي والبيكت والبي اس دي والانيميتد جيف، بخلاف أنواع أخرى من الصور. كما يمكن أيضا إدخال أعضاء عن طريق قائمة انسيرت واختيار نوع العضو، سواء كان اكسترا أو عضو من الأعضاء التي تنتج من دايركتور. يجب علينا عند استيراد الصور أن نراجعها قبل إتمام عملية الاستيراد حتى لا تحدث مشكلة ذاكرة. إذا ارتفعت المقاسات سببت زيادة في الحجم ضخمة، ولذلك يجب مراعاة أن تكون الصور في أحجامها الطبيعية قبل استيرادها فقط. أيضا فإن العمق اللوني للصورة عامل مؤثر في حجم الصورة التخزيني. أحيانا ما تكون الصور تحت عمق لوني 8 بت أي 256 كالر، مساوية تماما لنفس الصورة تحت العمق اللوني 32 بت. عند الاستيراد تظهر لنا النافذة لتحديد الاختيارات المناسبة. عند استيراد أكثر من صورة تظهر لنا النافذة التي تشترط علينا استيراد الصورة إما Image أو إما Animated GIF. تظهر لنا أيضا خاصية استيراد باليتة الألوان، إعادة تكوين ألوان الصورة على باليتة معينة. كما يمكن تحويل العمق اللوني مباشرة من عملية الاستيراد. المفتاح في الخانة الأخيرة يعبر عن حفاظ على نفس الخصائص المضبوطة لباقي الصور المستوردة حتى لا تتكرر عملية التوصيف لأكثر من صورة. يختلف نوع الاستيراد للعضو الداخلي إلى حاوية الأعضاء من استيراد كامل لبيانات الملف أو عمل ارتباط من داخل الملف أو من داخل دايركتور إلى العضو المستورد على نفس المسار الذي تم الاستيراد منه. وعليه فإن هذا يحتم علينا أن نضع الأعضاء التي نريد استيرادها على نفس المسار الموجود به برنامج الدايركتور. نلاحظ رمز العضو مختلف أو المشروع الذي نقوم بإنتاجه أو في مسار تفريعي داخل مسار المشروع. يمكن تسمية هذا المسار باسم معبر وليكن Images. يمكننا استيراد امتدادات مختلفة للصور وكذلك الصوت. عند استيراد صوت لدينا أكثر من امتداد، منهم MP3 أو Shockwave Audio أو AIFF أو Wave أو كويك تايم موفي صوت فقط لا غير. كما يمكننا عند استيراد فيديو استيراد الأعضاء من الأنواع أو الملفات الفيديو من الأنواع AVI وموف وريال بلاير. كما يمكننا أيضا استيراد الفليك، والفليك هو عبارة عن صورة متحركة أو سلسلة من الصور المتحركة، وينتج الفليك من برامج الرسوم ثلاثية الأبعاد. كما يمكننا من استيراد الباليتة الخاصة بألوان الفليك. يمكننا سحب عضو من الحاوية إلى شاشة العرض أكثر من مرة وتكبير أحدهما وتصغير الآخر وترك الثالث بدون تغيير، وسحب العضو للمرة الرابعة لنضعه في مكان رابع على الشاشة متحكمين بذلك في درجة الوضوح وفي ألوان الخلفية وألوان المقدمة. بالمناسبة تم الاتفاق على تسمية الفيديو بالديجيتال فيديو
لنضع في الاعتبار أن ملفات دايركتور تستطيع العمل على كل من النظامين أبل وآي بي إم، وعليه فإن تحديد القرار بتحديد نوعية بيئة التشغيل من البداية سيفيد في توفير الوقت وتحديد نوعية الأعضاء والأوامر المستخدمة.